وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة تنجي قائلها من عذاب يوم القيامة. خلقنا وأوصلنا به سبحانه، وجعل لنا روابط تصلنا بربنا على مدار العام وعلى مدار العمر، بل وعلى مدار اليوم والليلة. جعل لنا عبادات تصلنا به، لأننا إذا اتصلنا بالله ربحنا، وإذا انقطعنا عن الله خسرنا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، دلنا على الخير ونهانا عن الشر، فقال صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يرفع الله به الدرجات ويحط به الخطايا؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. فاللهم صلي وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه، وأوردنا حوضه، واسقنا منه شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها حتى تدخلنا مدخله. اللهم وأحينا على سنته، وتوفنا على دعوته، واحشرنا يوم القيامة في زمرته. اللهم آمين يا رب العالمين. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وإن كل بدعة ضلالة، وإن كل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أما بعد، أحبتي في الله، نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم رمضان، وأن يجعلنا في العام القادم من الأحياء، فيبلغنا رمضان القادم على خير. اللهم أمين يا رب العالمين. صلتنا بالله تبارك وتعالى، هذا هو حديثنا اليوم. نظرت وقد انقضى رمضان منذ أكثر من 6 أو 7 أسابيع، نسأل الله القبول، ونظرت إلى حالنا، حالنا جميعا، وليس حال جزء منا، فوجدت أننا كما قلت بعد رمضان يبدأ هناك اهتزاز في الصلة بالله سبحانه وتعالى، وتبدأ هناك شيء من الانحدار، وشيء من ضعف العلاقة بالله تبارك وتعالى. قلت: هذا شيء طبيعي أنه يحدث، لكن لا يستمر، يعني كما يقولون استراحة قصيرة ثم نكمل المسيرة، لكن أن يحدث الانخفاض كامل، هذه إشكالية. لكل عمل شرة وفترة، نبي يعني يقول هذا. فإن الإنسان بعد رمضان ينخفض العمل، هذا شيء متوقع، لكن لا يظل في إيه؟ في انحدار. فإحنا لازم نحن نذكر مرة ثانية، فلابد أن نقوي صلتنا بالله تبارك وتعالى. وأقوى شيء يقوي صلة الإنسان بربه هي الصلاة. الصلاة عماد الدين، كما قال صلى الله عليه وسلم: من أقامها فقد أقام الدين، ومن هدمها فقد هدم الدين. ومن حكمة الله جل وعلا أنه إذا ما كسفت الشمس نصلي، مش كده؟ لما يحدث كسوف للشمس ماذا يفعل الناس؟ يصلون. الشمس هذه آية كونية، يعني لا سيطرة لنا عليها. وأنا لما صلي في الأرض، كيف أنا أتحكم في الشمس التي هي في السماء؟ لكن هذه شريعة الله لنا، عندما تكسف الشمس نصلي، وعندما يخسف القمر نصلي، وعندما تجدب الأرض وتمنع السماء المطر نصلي، فينزل المطر وتشرق الشمس ويخرج القمر. عندي سؤال: إذا كانت الصلاة تحل مشاكل كونية حياتية لا علاقة لنا بها، يعني إذا كانت صلاتي أنا في الأرض، سجداتي هنا في الأرض بتحل مشكلات كونية، عندما تصلي في الأرض تشرق الشمس في السماء، وعندما تصلي في الأرض يخرج القمر ويستنير من جديد وينير من جديد، وعندما تصلي في الأرض ينزل المطر من السماء بصلاتك أنت. سؤال مرة ثانية: إذا كانت صلاتنا تغير أشياء وتغير مجرى الكون وتحل مشكلات كونية
ألا تستطيع صلواتنا أن تحل مشكلات فردية؟ يعني لو واحد عنده هم، واحد مهموم، لو صلى ركعتين مش هتحل مشكلة الهم؟ لو واحد عنده كرب، لو واحد عنده دين وصلى ركعتين مش ربنا يكشف غمه ويزيل همه ويقضي دينه؟ الصلاة كشفت الشمس بعد احتباس، وأنارت القمر بعد غياب، وأنزلت المطر بعد انقطاع. هذه الآيات الكبرى اللي فعلتها الصلاة. ألا تحل الصلاة المشكلات البسيطة؟ معروف ده، بس احنا بنذكر بعضنا بعضا. نعم، تستطيع الصلاة أن تفعل، بدليل أنك إذا ما تحيرت بين شيئين أيهما تسلك، تذهب وتصلي صلاة الايه؟ صلاة الاستخارة، وبعدها يشرح الله صدرك تجاه أمر معين، صلي ركعتين كده كما جاء في السنة. إن العبد إذا حزبه أمر واحتار بين شيئين صلى ركعتين، وبعد ما تسلم تقول إيه؟ اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، فإنك تعلم ولا أعلم، وتقدر ولا أقدر. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر، أيا كان الأمر بقى، دخل على زواج، دخل على بيزنس، دخل على سفر، دخل على أي مشروع في حياتك العادية، شراء سيارة، بيع قطعة أرض، أي موضوع، لما كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ودنياي وعاجل أمري وآجله، فاكتبه لي ويسره لي. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر، الموضوع الفلاني تسميه، شر لي في ديني ودنياي وعاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان، كمل، ورضني به ثم ارضني به. يبقى حتى في المشكلات الحياتية احنا نلجأ إلى الايه؟ نلجأ إلى الصلاة. بل حتى الإنسان عندما يصيبه كرب ويخاف من مشكلة يصلي صلاة اسمها صلاة الحاجة، شرعها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمها صلاة الحاجة. الإخوة تزاحموا، أفسحوا لإخوانكم، في إخوة يعني يقفون الجو حر يعني، فأفسحوا لإخوانكم قدر استطاعتكم، اللي عنده مجال يفسح حتى لا يحدث تخطي للرقاب، وهذه من الأخطاء الكبيرة في يوم الجمعة حتى لا تحدث. الله يجزيكم الخير ويتقبل منا ومنكم، ونتزاحم على أبواب الجنة، اللهم أمين يا رب العالمين. يبقى الصلاة يا إخوة التي تحل مشكلات كونية قادرة أن تحل مشكلات اجتماعية بسيطة، قادرة الصلاة أن تحل مشكلتي بيني وبين زوجتي، قادرة الصلاة أن تصلح حال ولدي، قادرة الصلاة أن توسع لي في رزقي، قادرة الصلاة أن تذهب هم نفسي وغمي وكربي وألمي وتعبي، قادرة الصلاة أن تفعل هذا. لكن الإنسان بس يحدث لذلك نية ويحسن التعامل مع الصلاة، فإن الصلاة علاقة بينك وبين الله تبارك وتعالى، أنت الذي تبدأ هذه العلاقة وأنت الذي تبدأ هذا اللقاء. كما هو معلوم الصلاة عبارة عن أي لقاء، عامل ميتنج مع الله سبحانه وتعالى. من الذي يحدد الموعد مسبقا؟ أنت اللي تحدد الميعاد. ومن الذي يبدأ الحوار؟ أنت. ومن الذي ينهي الحوار؟ أنت. ومن الذي يحدد الموضوع الذي خاص بالنقاش؟ موضوع النقاش من يحدده؟ أنت. يبقى أنا بحدد ميعاد الصلاة، أنا أصلي النهاردة بالليل الساعة 10، الساعة 11، براحتك أنت بمزاجك، الساعة 12، الساعة 4 قبل الفجر، أنت اللي بتحدد اللقاء. طب وربك؟ ربك سبحانه وتعالى في كل لحظة ينتظرك، وفي كل لحظة هو يعني يتقرب إليك وينتظر مناجاتك، ولا يرفض لك طلبا أبدا. فكرك أنت لما تروح لرب العالمين وتطلب منه شيء يرفضك؟ أو ربنا يمل منك؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يمل حتى تملوا. في واحد ممكن يستحي يقول لك والله أنا يعني طلبت من ربنا كثير، لا بالعكس، في الحديث الصحيح إن الله يحب العبد اللحوح أو الملحاح، تلح على الله في المسألة. على نحن آباء وأمهات الحاضرين، آباء وأمهات، عندما يأتيك ولدك أو يأتيك ولدك ويسألك مسألة في كرب أو في هم أو في غم أو في نازلة، تتخلى عن ابنك؟ لو ابنك جالك في كرب ولا في مشكلة ولا في نازلة ألمت به ولا ضائقة وطلب منك مساعدة، أنت تبادر بل وتفرح بذلك وتسعد بذلك، ولا تمل من تكرار المسألة ولا من تكرار المساعدة. الله تبارك وتعالى أشد فرحا منك عندما تذهب أنت إلى الله، وعندما تقبل أنت على الله، لأن الله يقول في كتابه الكريم: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء
ويجعلكم خلفاء الأرض، أي لهم مع الله، بل أكثرهم لا يعلمون. فرب العالمين سبحانه وتعالى من تصل علاقتك به الله سبحانه وتعالى يتواصل معك، بل ويفرح بذلك. إيه اللي بيخلي الإنسان يا ترى يبعد عن ربنا؟ إيه اللي يخلي الإنسان يبعد عن السجود وربنا بيقول لك واسجد واقترب؟ هي حاجة من اثنين قالها الله لإبليس لعنة الله عليه، قال يا إبليس، وإن شاء الله ما نكونش منهم أبدا، قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ هو اللي منعك حاجة من اثنين، يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ أستكبرت أم كنت من العالي؟ يعني أنت متكبر ولا متعالي؟ وبينهم فرق مش مكانه دلوقتي. يبقى الإنسان اللي مش ما بيصليش ولا يسجد لربي حاجة من اثنين، إما مستكبر وإما متعالي. ولذلك قلت سابقا لما يجي واحد يخطب بنتي يقول لك هو ما بيصليش بس مؤدب، أقول له لا والله مش مؤدب، والله هو محترم مؤدب وخلوق بس ما بيصليش، لا والله العظيم مش مؤدب أبدا، هو أساء الأدب مع من؟ مع الله سبحانه وتعالى. يبقى مؤدب مع المخلوقين؟ يا رجل وأنكر نعمة الله عليه، جحد نعمة الله عليه، هيقرب نعمة بنتي ولا مش ممكن؟ مستحيل، هذا جاحد، هذا جاحد. أمده الله بالنعم فقابل النعم بالجحود، ودي خلي بالك منها حتى خطيرة جدا. لما ربك سبحانه وتعالى ينعم عليك بالنعم تواصل معه. ليه تواصل معه؟ شكر النعم. الله يقول في سورة لقمان ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وإيه؟ وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وإيه؟ وباطنة. النعم ظاهرة وباطنة. طب لو احنا مع النعم الظاهرة والباطنة قطعنا صلتنا بالله، طب اشكر النعم، احمد ربك سبحانه وتعالى واشكره وتقرب إليه على هذه النعم. يبتعد الإنسان عن ربه فربنا بقى يعاقبه في الحالة دي، يعاقبه بإيه؟ يمتحنه فيسلب منه النعم ويسحب منك الخير، واسمه السلب بعد العطاء من أصعب الأشياء. واحد ممكن بيصلي الجمعة النهاردة ولا لا يا شيخ، خلي بالك ده في فلان ربنا مديله هو ما بيصليش ربنا بيزيده، لا ده الله يكفيك شره بقى، ده اسمه الايه؟ الاستدراج. يعني لو شفت واحد في نعم هو بعيد عن ربنا وربنا زود له النعم هو يبعد، كلما زادت النعم كلما ابتعد عن ربي، ده اسمه ايه؟ اسمه استدراج. قال الله تبارك وتعالى سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، ده مشكلة. لكن اذا ابتعدت عن الله خطوة فسلب منك نعمة، احمد ربنا انت انسان كويس، فربنا بيعمل لك ايه على طول، يعني ايه وان باي وان، غلطة بعقبك في الدنيا عشان ترجع اليها، ترجع الى الله سبحانه وتعالى. فلولا اذا مسهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلما ربك سبحانه وتعالى ينعم عليك لازم انت تتقرب من الله تبارك وتعالى، لكن انت تعرض عنه هيسلب منك النعم. طب لو امدك بالنعم يبقى انت ايه؟ يبقى انت بذلك مستدرج. خلي بالك من المستدرج، دي مشكلة كبيرة جدا. فصل علاقتك بربك من الآن قبل أن لا تستطيع. يا إنسان يسجد ويتقرب قبل أن يكون يوم القيامة يطلب السجود فلا يستطيع السجود. في ناس يوم القيامة ويدعون إيه؟ إلى السجود فلا إيه؟ فلا يستطيعون. يوم القيامة يعرفش يسجد، يحور الله كما يقول الإمام النسفي في التفسير، يحور الله ظهورهم كصياصي البقر. البقرة ما تعرفش تسجد لأن البقر الظهر ستريت مستقيم، فيحول الله ظهورهم مثل صياصي البقر، فيدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة. ها؟ وقد كانوا يدعون إلى السجود هم سالمون. في آية أخرى، زرت أخ مريض في المستشفى، أخبرني أحد الناس في واحد مريض في المستشفى، ما الله ما عرفه، لكن حق الإسلام وحق الأخوة وحق المسجد واجب الناس علينا نزور المرضى. فكان يوم بعد صلاة جمعة خرجت هكذا بهذا الزي، ما عندي وقت، فذهبت إلى المشفى، ما أعرف المريض طبعا، ما أعرفوش ولا أعرف اسمه، خذت رقم الحجرة وذهبت، دخلت السلام عليكم. فرين عندما رآني لعله أول مرة يرى هذا الشكل مثلا، أو هبل، إما إجلالا إما تقديرا إما خوفا. في ناس بتخاف من الشكل والعمة والشيخ، يقول لك ده جاي يقبض روحي يعني خلاص، شوف الشيخ بيه دي علامة الموت. في ناس لا يدخل المسجد إلا عند الشدة، صحيح والله أذكر هذا يعني. فدخلت على الرجل فهابني، فقلت سمعت أنك مريض ودعوت له بالشفاء، فقال لي والله ما دخلت المسجد يوما. أنت الشيخ وده مسلم، يمكن شفتني في التلفزيون، شفت الشكل ده يعني في التلفزيون، ما دخل المسجد يوم. فلما رأني بكى، مريض خلاص بقى مريض، هو مريض ها، ما عادش في حول ولا قوة بقى. قال يسألك بالله أن تسأل الناس المصلين أن يدعو لي في صلاة الجمعة.
أخليهم يدعوا لي في صلاة الجمعة. لما قال هذا أنا اللي بكيت وتذكرت قول الله تبارك وتعالى. اسمع الآية كده. وإذا أنا قال لي أنا رجل بزنس وربنا كرمه وعنده خير كتير جدا جدا، صرف تلتين عمره الأولاني على جمع الأموال، والتلت الأخير بيعمل فيه إيه؟ بيصرف الأموال. ما هو إحنا نص عمرنا الأولاني نبدد الصحة في جمع المال، والنصف الثاني ها نبدد المال في استرجاع الإيه؟ في استرجاع الصحة. فلا الصحة ترجع ولا المال يبقى. يبقى إحنا نصف حياتنا الأول الصحة تحرس المال، ونصف الحياة الثاني المال يحرس الصحة. يعني حضرتك جمعت المال وضيعت وانت عايش؟ طب ما تقترب من ربنا سبحانه وتعالى. لما عرفت انه كان بزنس وكان حالته ما شاء الله، والله انا اللي بكيت. وخطرني الله بقوله تبارك وتعالى: واذا انعمنا على الانسان اعرض ونأى بجانبه. ما دخلش المسجد يوم، والان طالب الدعاء من مصلين الجمعة اللي هو ما صلهاش مرة. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه. أعرض ونأى بجانبه، آه من عندي. وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض. مش دعاء، عاوز دعاء كتير. خلي كل الناس يدعولي، وبعد ما يدعولك الناس انت كنت بعيد عن الله سبحانه وتعالى فترة طويلة. انا اغلق بابا، طبعا ربنا يشفي الجميع، واسأل الله ان يشفيه وان يعافيه وان يرده اليه ردا جميلا، وكل مرضانا اجمعين. علاقتك بالله تبارك وتعالى يا اخوة، الصلاة دي، الصلة دي اللي تربطك بالله سبحانه وتعالى، اين انت منها؟ السجود واسجد واقترب، اين انت من هذا؟ فاذا امدك الله بالنعم، يقول ابن القيم: من لم يأتي إلى الله بملاطف الإحسان. يعني يعني لو ما جيتش لربنا بالمعنى البلدي بالذوق، حيجيبك بالإيه؟ بالعافية. فاكرين لما قلت لكم أثر، هناك عباد يدخلون الجنة مجرجرون بالسلاسل، ها؟ يعني يدخل الجنة رغم أنفه مش راضي يعمل خير. فابن القيم يقول إيه؟ من لم يأتي إلى الله بملاطف الإحسان. يعني إيه ملاطف الإحسان؟ يعني ربنا يدي لك ولد صالح، فأنت تقول يا سلام، ربنا أنعم علي بولد صالح، أنا لازم نشكر هذه النعمة وتؤدي العبادات وتتقرب من الله وتفعل الخيرات وتغضها، تعمل الحلال. ربنا سبحانه وتعالى كان عندك مرض أذهب مرضك، كان في مشكلة بينك وبين زوجتك أصلح الله ما بينك وبين زوجك، ها؟ كان عندك مشكلة في البزنس عافاك الله منها، كان عندك دين ربنا قضى عنك الدين، ها؟ أي مشكلة في حياتك موجودة فربنا أنعم عليك، ها؟ ينبغي عليك أن تشكر هذا. من لم يأتي إلى الله بملاطف الإحسان، قيده الله، قيده الله بابتلاء. ربنا قيدك بالابتلاءات فيأخذك إليه مقيد، يأخذك بالعافية بقى. وذلك جاء في الأثر القدسي: إن من عبادي من لا ينصلح أمره إلا بفقره، ولو أغنيته لفسد حاله. وإن من عبادي من لا ينصلح أمره إلا بغناه، ولو أغنيته ليه لفسد حاله. وإن من عبادي من لا ينصلح أمره إلا بمرضه، ولو صح لفسد حاله. وإن من عبادي من لا ينصلح أمره إلا بصحته، ولو مرض لفسد حاله. إني أدبر أمور عبادي بما أعلم، إني عليم خبير. سبحانه وتعالى، صلتنا بالله تبارك وتعالى كيف تكون؟ ماذا يبعدنا عن ربنا تبارك وتعالى؟ أنا أرى أن كلما اقتربنا من الله سبحانه وتعالى هذه نعمة أنعم الله علينا بها. يعني لما ربنا يدلني على طريقه ويأخذ بيدي فيوقفني بين يديه، هذه نعمة من الله تستحق الشكر. كن أنا أكون من المصلين، هذه نعمة تستحق الشكر وخير وفضل كبير من الله سبحانه وتعالى. أما الذين ابتعدوا عن الله فقد كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. مش بشطرتك، يعني ليس ذكاء منك ان انت اتيت الى المسجد وان انت قمت وصليت، لا لا لا، بل هي نعمة وبركة وحب من الله تبارك وتعالى لك، فيسر لك ابواب الخير. كنت في الحج سنة 2009 اذكر 2010، وانا في مكة يشهد الله، والناس تبذل كثيرا حتى تذهب الى الحج، يعني انت تبدا تدخر من الاموال وتقتطع من قوتك ومن قوت اولادك عشان تؤدي فريضه الحج. والحج بعد ايام، اسال الله ان يكتب لنا جميعا حج بيت الله الحرام، ومن لم يذهب اسال الله ان ييسر له ويؤدي الفريضه ويغفر الذنب ويستر العيب. اللهم امين يا رب العالمين. نعمه جليله فريضه الحج. وهناك وانا في
في أداء المناسك كنت في مكة، فجلست مع أحد الناس من بلد من مكة، فسألني وأنت إمام وواعظ وكذا، فحكيت له القصة، يعني أن احنا نكابد في بلادنا رغم فقرنا وقلة يعني حيلتنا حتى نؤدي الفريضة. فقال لي وانت تعب نفسك ليه؟ ليه التعب ده كله؟ كل ده عشان تؤدي الفريضة؟ قلت له نعم. قال لي والله يا شيخ أنا ساكن في مكة 30 سنة ما دخلت الحرم يوم، ورب البيت قال هذا والكعبة ورانا. قال والله أنا ساكن في مكة منذ 30 سنة ما دخلت الحرم يوما. يا الله يا الله، اللهم سلم يا رب. إيه ده؟ ما دخلت الحرم يوما والناس بتدفع آلاف الدولارات ومئات الآلاف من غيرها عشان يؤدون الفريضة، وانت بجواره لم تذهب إليه؟ لقد كره الله بعاثك. ها؟ أولئك الذين لم يرد الله أن يجعل لهم حظا في الآخرة، ربنا مش حبه ده، ربنا مش عاوزه ده. ولذلك من أحب لقاء الله أحب الله إيه؟ لقاءه. طب ومن كره لقاء الله؟ كره الله لقاءه، ربنا مش عاوزه، خلاص ربنا مستغنى عنه. من أي الأنواع نحن؟ نحن من أي الأنواع يا جماعة؟ نريد أن نحسن صلتنا بربنا تبارك وتعالى من الآن. تعرف على الله في الرخاء يعرفك الله تبارك وتعالى في الشدة، بدل بقى ما نعمل زي اللي مريض في مستشفى منتظر حد يدعي له، لا، أنت من الآن حسن علاقتك بربك، وصل نفسك بربك، وعد إلى الله تبارك وتعالى قبل فوات الأوان، كما كان يونس بن متى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. يونس بن متى تعرف على الله سبحانه وتعالى حال الرخاء، فعرفه الله تبارك وتعالى حال الشدة. فاكرين زمان لما سيدنا يونس ابتلعه الحوت، نادى هو فين؟ هو في بطن الحوت. وذنوني إذ ذهب مغاضبا، ذنون هو سيدنا يونس، فظن أن لن نقدر عليه، أن لن نقدر عليه يعني لن نضيق عليه، مش كده؟ يعني لن نضيق عليه، مش لن نقدر يعني لن نستطيع، لن نقدر يعني لن نضيق عليه. فنادى في الظلمات في بطن الحوت أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ماذا كان الجواب؟ ها؟ فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي الإيه؟ وكذلك ننجي المؤمنين. يبقى يونس بن متى نادى في بطن الحوت في بطن البحر في ظلمات 3 من تحت، فاستجاب الله له وأنقذه. فاكرين فرعون؟ دي مش سياسة بقى النهاردة بتكلم عن أصف، ناس ما عادش تحب فرعون خالص. واحد قال لك فاهم موضوع فرعون ده؟ بالله عليك لو انت تقصد واحد معين قولها وريحنا بقى. شفت قلت لي يعني فرعون ابن خالتك ايه يعني مزاج فرعون ايه؟ فرعون النهارده فرعون مش حاجه سياسيه خلاص، حاجه دينيه بقى. فرعون لما رب العالمين اهلكه نزله في بطن حوت في بطن البحر في ظلمات 3، لا ما حصلش. ما ربنا غرقه فين؟ على وش المي. الله، طب ده انقذ يونس من تحت المي، اصل يونس نادى على ربنا سبحانه وتعالى. طب ما فرعون كمان نادى، فرعون نادى، نادى، ماذا قال فرعون؟ حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت، قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. فربنا قال له إيه؟ على مين بعد؟ على مين؟ الآن لسه فاكر، وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. لا، ما فيش استجابة، هتموت وننجي بدنك، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك ايه؟ آية آية. ولسه في ناس يا اخي بتدافع عنه، وإن كثيرا من الناس عن آياتنا ليه؟ لغفلوا. والله العظيم الذي لا يرى إلى الآن ده خلاص، فإنها لا تعمل ايه؟ الأبصار، ولكن ايه؟ تعمل القلوب التي في الصدور. فلما يونس ينادي ربه تبارك وتعالى وربنا ينجيه من بطن الحوت من بطن البحر، وفرعون على وجه المية متكبر متغطرس، والغريب الناس مشوا وراه. المشكلة مش فرعون، المشكلة في البهايم اللي مشوا وراه، غريبة جدا يا رجل. طب الهلاك أمامك، البحر حيلتطم أمامك، ليه بتدخل؟ التزيين والإعلام والزخرفة والشكل، فتفضل ماشية وراه لحد ما يدركهم الايه؟ الغرق، ويهلكوا جميعا ويموتوا جميعا، ويحشروا يوم القيامة مع فرعون، ويوم تقوم النار يعرضون عليها غدوا وعشيا في الصبح والمغرب. طب ويوم تقوم الساعة أدخلوا ايه؟ آل فرعون أشد العذاب.
الله استجاب ليونس لأن يونس كانت صلته بربه تبارك وتعالى قديمة، كان مع الله أيام الرخاء. أما فرعون فلم يستجب الله له، لأن فرعون ما عرف الله إلا ساعة الشدة، فلم يستجب الله تبارك وتعالى له. فتعرف على الله في الرخاء يعرفك الله تبارك وتعالى في الشدة، أو كما قال التائب من الذنب كمن لا ذنب له فعودوا إلى ربكم فإنه أرحم الراحمين. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون. وبعد، كم من هم ذهب بسجدة، وكم من كرب راح بسجدة، وكم من حزن تبدل فرحا بسجدة، وكم من فقر تبدل غنى بسجدة، وكم من مرض سكن بسجدة، وكم من دعوة استجيبت بسجدة، وكم من ولد هدي بسجدة، وكم وكم وكم. كثير هي الأحوال التي نحن فيها، والسؤال أين السجدات؟ هذا سؤال اليوم. هذه الأحوال عندنا، كل عنده من الخير الكثير، وكل عنده من الهموم ومن الأحوال التي تحتاج قرب من الله سبحانه وتعالى الكثير، فأين هي السجدة؟ وأين هو اللقاء مع الله تبارك وتعالى؟ الصلاة، السجدات، الصلاة هي رخاء اقتصادي واستقرار اجتماعي. الصلاة رخاء اقتصادي واستقرار اجتماعي، فهي دعوة إبراهيم عليه السلام. اقرأ في آخر سورة إبراهيم كلام سيدنا إبراهيم: ربنا ليقيموا الصلاة لو أقاموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. ده اسمه استقرار اجتماعي. الإنسان لو عايش لوحده يهلك، لما يكون معك صحبة من الناس وناس طيبين معك، حتى في المثل البلدي الجنة من غير ناس ما تنداس. فدعوة إبراهيم: يا ربي إذا أقام أولادي الصلاة في هذا المكان فاجعل لهم استقرارا اجتماعيا، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، وبعد ذلك اجعل لهم رخاء اقتصاديا. ها؟ اجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الإيه؟ وارزقهم من الثمرات، يعني رخاء اقتصادي لعلهم يشكرون. فالصلاة فيها هذا، الصلاة فيها الاستقرار الاجتماعي، الصلاة فيها الرخاء الاقتصادي. يجي واحد يقول لي عندي مشاكل في بيتي، طب حضرتك بتصلي ما بيصليش، كيف تريد الاستقرار في البيت؟ إذا كان الزوج لا يصلي، إذا كانت الزوجة لا تصلي، أو بيصلي الجمعة فقط، أو بيصلي مش عارف صلاة إيه فقط. والله كثير من الزوجات يتصلن بي تقول لي بالله عليك اتكلم في موضوع الصلاة، ليه زوجي فقط يصلي الجمعة؟ الجمعة فقط يا أخي، نعبد الله مواسم، إن رب يوم الجمعة هو رب يوم السبت ورب يوم الاثنين، يعني لماذا صلاة الجمعة؟ صلاة الجمعة فريضة والصلوات الأخرى فريضة. كيف يستقر بيت ليس لا, 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 لا تقام فيه الصلاة؟ الآخر اشتكي من أولاده، كيف حالك أنت مع الصلاة؟ والله يا شيخ حسب الظروف. طيب كيف تستقر البيوت والصلوات وفي تقصير مع الله سبحانه وتعالى؟ الله سبحانه وتعالى، وأختم بهذا، عندما تحدث عن الصلاة في القرآن الكريم وصف حالات الناس مع الصلاة في أحوال مختلفة. هنختم بكلمتين دول عشان الحرارة، يعني وصف أناس بالخشوع فقال: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. يبقى في عندنا جزء من المصلين في صلاتهم خاشعون، وفي عندنا جماعة تانيين قال الله عنهم: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. يبقى في عندنا خاشعون، في عندنا ساهون. ووصف مجموعة أخرى قال: إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالة. يبقى في جماعة خاشعين، وجماعة ساهين، وجماعة إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالة. ووصف جماعة قال الله عنهم: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الإيه؟ أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. ووصف جماعة تاني كانوا في جهنم، ربنا يعافينا ويعافيك يا رب، في مكان اسمه سقر، قالوا: لم نكن من الإيه؟ لم نكن من المصلين. ووصف جماعة تاني قال: على صلاتهم دائمون، وجماعة على صلاتهم يحافظون. السؤال اللي مش عاوز شيخ ده، حضرتك وانا من اي نوع بقى؟ انت من اي نوع؟ من الخاشعين ولا من الساهين؟ والله الساهين سهلين شويه، اوعى تخش قاموا كسالة دي، اوعى لم نكن من المصلين. اياك اياك اخي، والله اوعى اضاعوا الصلاه تبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا.
ركز ركز، حاول تصل ما بينك وبين الله تبارك وتعالى، وكن حريص أن تكون من الخاشعين، فهي العلاقة التي تربطك بالله جل وعلا. وكما قلت أنت صاحب المبادرة، أنت اللي بتبدأ صلاتك. صلاتك أهم شيء في حياتك، هي الصلاة، هي صلة بين العبد وربه، من أقامها أقام الدين ومن هدمها هدم الدين. ولذلك أختم وأقول عدد المساجد في أمريكا لا يتناسب أبدا مع عدد المسلمين اللي عايشين في أمريكا. عدد المسلمين اللي عايشين في أمريكا، إحصائية أمريكا يعني جهاز الإحصاء بيقول حوالي 2% أو 1.5%. لما تكون أمريكا 320 مليون ولا أكثر، لو 320 مليون بتكلم 2% يعني 6 مليون، مش كده؟ حوالي 6 مليون. إحنا الإحصائية الإسلامية بتقول لك إحنا 3%، يعني بيزودوها شوية، يعني حوالي 10 مليون ولا 9.5، خلينا 6 ولا 7. لما تكون عندك 7 مليون مسلم في أمريكا، وعدد المساجد في أمريكا كلها 2500 مسجد أو 2600 مسجد، لو عملت نسبة وتناسب بين 6 مليون أو 7 مليون مسلم عايشين في أمريكا على 2500 مسجد، المفروض كل مسجد فيه مش أقل من 2000 أو 2000 وكسور من المصلين. إحنا كم واحد بيصلي؟ كم واحد؟ 500؟ 600؟ 1000؟ مش إحنا وصلناش 1000، في 1000 ما صلاش معانا. وعشان كده بنيجي في صلاة العيد تلاقي العدد ايه؟ من اين جاء هؤلاء؟ العدد كبير ما شاء الله، ربنا يزيد يا رب العالمين. مع ان صلاة العيد سنة، ولو ما صلتهاش ما عليكش اي مشكلة ولا حاجة خالص. صلاة الجمعة هي اللي فريضة مش صلاة العيد، صلاة الظهر هي اللي فريضة مش صلاة العيد، صلاة العصر هي اللي فريضة مش صلاة العيد. طبعا تعالى في العيد وفي كل وقت، لكن المعنى، فلو حسبت عدد المساجد تجد ان قلة قليلة اللي بتصلي. ولذلك قالوا الاحصاءات ان اللي بيصلي من المسلمين في امريكا من 15% ل 20%. الحمد لله ان مش كل المسلمين بيصلوا، لو كلهم بيصلوا حنستك مش هنلاقي مساجد. فيعني الحمد لله في 80% ما بيصليش، ووسع لل 20% انهم يصلوا. نريد ان نصل علاقتنا بربنا تبارك وتعالى، نريد ان نتواصل مع الله سبحانه وتعالى، ونربي اولادنا على هذه الصلة، ونحن مقبلون على صلة كبرى، الا وهي صلة حج بيت الله الحرام وزيارة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، وعلى طاعتك أعنا، وفقنا اللهم لما تحب وترضى، اجعل جمعنا جمعا مرحوما، واجعل افتراقنا من بعده معصوما، ولا تجعل فينا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. نسألك اللهم رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار، بكرمك وجودك أكرم الأكرمين. اللهم كل المستضعفين، اللهم كل المسلمين المستضعفين في الصين يا رب العالمين، انصر من نصرهم واخذل من خذلهم. اللهم كل المستضعفين في الصين يا رب العالمين، اجبر كسرهم. اللهم احفظ بيضتهم، اللهم احفظ دماءهم، اللهم عليك بمن قتلهم ومن عاندهم ومن حاصرهم. اللهم فرج كربهم، اطعمهم من جوع وامنهم من خوف، بكرمك وجودك اكرم الاكرمين. اللهم كل المستضعفين في مشارق الارض ومغاربها، اجعل بلادنا كلها امنا وامانا، سلما وسلاما. من ارادنا بخير فوفقه لكل خير، ومن ارادنا بشر فاجعل كيده في نحره، بكرمك وجودك اكرم الاكرمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد، الحمد لله رب العالمين. قوموا لصلاتكم، يرحمني ويرحمكم الله.